ابن صبرا انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارا انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارا وجدي كان شيخ الحارة واهلي كل المصريين ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا وادي الحدود اللي تبعنا جايين منين والفين رايحين عيني يا عزيز على قلبي وعيني قالت لي يا حبت عيني يا عزيز على قلبي وعيني لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج العمر ماهوش عمرين والرزق ماهوش رزقين يا ابني صبرا وبعدين معاك يا سامي انت على وش ولادة يا حبيبتي انا اللي قاهرني ياما للي جاي ده ابوه مش هيكون موجود ان شاء الله ربنا يفك حبسه ويرجعه من غربته سالم ان شاء الله انا مش عارفه اعمل ايه انا وامه واللي جاي احنا هنتبهدل انا مش عارفه هنعيش منين صح والله العظيم يا رب يا بنتي سلميها لله ونعم بالله خدي خدي يا حبيبتي ايه دول ياما دول 500 جنيه كنت محوشاهم لك عشان الولاده والله يا اما انا ما عارفه هعمل ايه في فلوس الولاده وفلوس المستشفى انا مش عارفه اعمل ايه يا حبيبتي قلت لك سيبيها على الله بقى طبخين ايه؟
طب يا اخوي ارمي السلام الاول، صحيح عينك فارغه. مالك يا سامه بتعيطي ليه؟ مخنوقه عشان ما فيش فلوس. يا دي الفلوس يا دي الفلوس، خلاص مش عايز اسمع. ما انت كده اكل ومرها وقله صنع. الله يرحم الزمن اللي كان الخال فيه والد. والد شوف يا صبرا، انت بتتكلمي في زمن تاني خالص خالص. الزمان ده الخال حاله مال، فهمتي؟ مال ومش هيتعدل تاني. فرقت الحلوه حبيبي 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 حبيب قلبي. ازاي صحتك دلوقتي استاذ؟ استاذ استاذ دي اللي بتضحكني بقى. وربنا انت استاذ وسيد الاساتذه كلها حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ها طمني عملت ايه؟ بطلوع الروح رضيوا سامحوني على غيابي امبارح والنهارده. يعني مش هخصموا منك؟ الحمد لله هيخصموا طبعا يابا. مش هخصموا ايه بس، ده المدير بتاعي ده ارخم اخر 3 4 حاجات. ده ما كانش مصدق اني متعور غير لما وريته التعويره بعينيه. احمد ربنا وهو درس ليك عشان تبطل تعمل بطل بعد كده. بطل ايه بس يابا؟ انا ليه اكل؟ امال يعني مشك في المظاهرات وقبضك على الحراميه في انصاص الليالي، ده تسميه ايه؟ انت رامبو؟ كنت تسيب الحرامي يعني يابا؟ ايوه سيبه. طب انت مالك ومال؟ هو كان نط علينا يابا الكلام ده؟ طب ابويا بجد ولا ايه؟ في ايه يابا؟ هو ابويا يابا الكلام ده؟ ده انت اللي مربيني على الرجوله والشهامه. مش انا اللي ربيتك على الرجوله والشهامه؟ وبقول لك بقى ما تعملش بيهم السعاده. ليه بس يابا؟ يا ابني اسمع اللي بقول لك عليه. احنا بقينا في زمن اعمى واطرش. النهارده اخوك ابن امك وابوك لو قلت له اديني شويه تراب احطهم في عيني عشان اتعمي يقول لك تدفع كام. ده زمن ما بيعرفش الرحمه. معاك حق يابا، بس ده ايه علاقته باللي حصل معايا؟ المره دي ربنا ستر وضربه المطوه جت في كتفك، يعني كان ممكن تيجي في حته تانيه تاخد اجلك، ساعتها كنت هتبقى مبسوط. بل يعمل الصح يابا ما يندمش. الصح ما بقاش صح والغلط ما بقاش غلط في الزمان ده يا ابني، افهم بقى. فهمت يابا فهمت. فهمت ايه؟ ولا حاجة طبعا. طبعا هتفهم ازاي اذا كان دماغك بتركب شمال اساسا. ايه يا ابني؟ الشهامة والرجولة والكلام الكبير ده ما بقاش ينفع الايام دي. امال ايه اللي ينفع بقى؟ السكوت ولزوم البيوت. طالما انك انت ضمنت اكل عيشك خلاص عيش حياتك، مالكش دعوة بحد. ايوه يابا بس ده يعني انا اسف يعني اسمه جبن وانانية. بعدين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه. ما تكمل سكت ليه؟ ومن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان. أيوه صح، وهذا أضعف الإيمان. إحنا دلوقتي يا ابني في زمن أضعف الإيمان ده. أيوه يابا بس السكت عن الحق شيطان أخر. يا ابني وأنا كل ما هقول لك كلمة هتطلب 10. الله، ضعف الإيمان مهواش كفر. اللي ايمانه ضعيف احسن من اللي ما عندوش ايمان خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا امين يا اخويا؟ الحمد لله. مالك وشك اصفر كده ليه؟ لا ابدا، اصل حماتم ونضال تعبت شويه وجبنا لها الدكتور يجي من ساعه. الف سلامه عليها، دي كانت زي الفل من شويه. زي ما تقول كده ضغطها وطي فعلت ضغطنا احنا من الخوف عليها. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله الحمد لله بقت كويسه. طب انا بقى هطلع اطمن بقى. تطمن على مين؟ على الحاج. واجب برضه. واجب برضه ولا يابا؟ ايوه طبعا. صح. اطلع يا اخويا. واجب. اطلع الله يكرمك، ربنا يخليك يا سعاده. اي خدمه عم بيه؟ بقول لك يا امين يا اخويا. خير تحت امرك. السؤال بسيط كده، بس انا كنت عايز اعمل دوره ميه في الدكان بتاعي، التصريح بتاعها يكلف قد ايه؟ انت عايز تعملها السنه دي ولا السنه الجايه؟ لا نهزر يا امين، طبعا السنه دي. ايوه طيب طيب انا بحسبها السنه دي تبقى يعني مستعجله شويه، يعني تتكلف لها تصريح يكلف لك بتاع 3000 جنيه كده. ايه 3000 جنيه ليه؟ بقول لك دورة ميه وانا قلت لك عندي دور تاني. خلاص ما تسخنش قوي كده، اما تتزنق يبقى اطلع اعملها في بيتكم. يا امين برضه جاملني يا اخي، وانا هحط حاجه في جيبي، ده ربنا اعلم الفلوس دي هتروح فين. مصاريف التصريح كان كمان لولا انها مراعي الجيره والمحبه ما كنتش قلت لك الرقم ده. يا اخويا كده تبقى مراعي الجيره؟ انت بتشك في ذمتي ولا ايه يا عبيد؟ لا من ناحيه ذمتك معقول اشك في ذمتك؟ ده ذمتك دي الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها. بس انا يعني بحسب حسبتي. احسبها براحتك انا تحت امرك.
سلام عليك يا احلى منضل في الدنيا. في ايه بقى، انت بتدلعي ولا ايه؟ ان شاء الله يخليك. نعمل ايه بقى، ضغط واطي وهبوط ونفس مكروش يظهر يا ولا العمر، خلاص ما بقاش فيه. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده، ربنا يديك الصحه وطولة العمر. بعدين مالك محسساني انك كبرت كده، امال انا اقول ايه مثلا؟ عارف يا ولا يا ادم اللي مخليني بحبك من وانت في اللفه، حنيتك دي ولسانك الحلو. يا بختها ويا هناها اللي هتتجوزك. ربنا يخليك يا منضل، انت بس عشان بتحبيني زياده حبتين كده. بقول لك ايه يا ولا يا عادل، انت مش ناوي تتجوز؟ مفيش يعني واحده عجبتك كده؟ مفيش واحده خبطت قلبك؟ والله في يو. طب ومستني ايه؟ انت عارفه بقى يا منضل، انا بقالي 8 سنين بدرس وظروف الشغل والحياه ملخبطه يعني شويه. خلاص توكل على الله واخطبها، وهي لو بتحبك هتستناك. طب انت عارفه مين هي بقى؟ هنا. طب ما انا عارفه يا ولا. يا بنت عارفه. يا واد اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، وعيبكم ده يا جيل يا جديد انكم فاهمين ان احنا مش فاهمين زيكم. طب اعمل ايه؟ ما هي المشكله في عبيد. بس واللي خلقك طول ما انا عايشه انت وهنا لبعضيكم. يسمع من بقك ربنا يا عسل انت، امين يا رب. بس انا بصراحه بحب هنا قوي. وانا كمان بحبك يا ادم. اللهم صل على النبي. شوف البيت. بجد هنا؟ وانا والله العظيم بحبك اكتر، وباذن الله باذن الله هخليكي اسعد واحده في الدنيا. ايدك يا بيت، هات ايدك يا واد. شوفوا بقى، احنا هنقرا فاتحه وهتكون سر بينا لغايه ما نشوف مشكله عمك عبيد دي ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الو، ايه يا جو؟ كل ده بكلمك ما بتردش؟ كان عاده. استنى عليا بس اما اشوفك. بقول لك ايه، جبت ابونا بشوي ولا لا؟ نعم. امال انت كنت بتعمل ايه كل ده؟ مساج؟ تصدق ان انت رايق بجد عشان قاعد بتعمل لي مساج وسايبني انا هنا بنهار عليك؟ يا سلام، كل عقلي بكلمتين. كل بقول لك ايه، انت فين دلوقتي؟ انا كمان. الو جو، يوسف. الف سلام عليك يا ست الكل. الله يسلمك يا ابني. اوكي، نسيت تاخدي الدواء زي كل مره. حتى لو انا نسيت، البنت اللي انت جايبها لي ما بتنساش حاجه ابدا. ربنا يطمن عليكي. مالك يا سيف يا ابني، شايفك مش مبسوط. كالعاده اتخانقت مع سام تاني يا حبيبي. ايش حال ما كنتوش واخدين بعض عن حب؟ كان زمان يا امي. ليه يا سيف، راح فين حب زمان؟ موجود وحياتك، بس تقريبا سامة يعني بدأت تحن الموضوع الخلفة شوية. حقها يا ابني، انت كمان مش عايزها تحن؟ ما هو ده بيقتلني يا امي، بيحسسني اني عاجز، اني مش قادر احقق لها حاجة من ابسط حقوقها، بيحسسني بالفشل. ده مقدر ومكتوب يا ابني، وانت مالكش دخل فيه. اشمعنى انا يا امي؟ حرام عليك يا ابني، دي اسمه ومصير. ليه ربنا اختار لنا بالذات؟ يا حبيبي كل داء وله دواء، وربنا ان شاء الله يشفيك ويمتع عينك بعيل يبقى من صلبك. بس يا امي انا ما بقتش انا، وسهام نظرتها اتغيرت ليها جدا بعد الموضوع ده، وانا مش عارف اعمل ايه. يا ابني حرام عليك، ما تحطش الكلام ده في دماغك، ده انت ومراتك زي الفل. ما تخربش على نفسك وتحط في دماغك الوساوس دي. دي مش وساوس يا امي، دي حقيقة. وإيه دليلك على كده؟ سهام بقى عندها فطور من ناحيتي، ما بقتش تشتاق لي زي زمان. يا حبيبي تشتاق لك إزاي وأنت كل يوم في خناق؟ وأنت معايا ولا معاها؟ أنا مع الحق يا سيف، اللي بره الموضوع بيشوف أكتر من اللي جوه الموضوع. وشايفة إيه تاني يا أمي؟ شايفة إنك تشيل الكلام ده من دماغك وتركز في علاجك بقى. علاج مش هيجيب نتيجة يا أمي. مين اللي قال الكلام ده بس يا ابني؟
الشفا مش هيجي في يوم وليلة. أنا بقالي أكتر من 3 سنين بتقالك ومفيش فايدة. الصبر يا سيف يا ابني، ربنا بيختبر إيمانك. ياما ناس كانوا زيك يا ابني وخلفوا، بس واضح إن أنا هكون مش منهم. ليه بس يا ابني؟ حالتي صعبة أوي يا أمي، واحد في الألف. مين اللي قالك الكلام ده بس؟ الدكتور أكد لي آخر مرة. يعني هو قالك مفيش أمل؟ قالها الصريحة، بس كان باين عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتي يا أمي الخيمة اللي بنيت فيها؟ شفتي؟ ليه على بان الجاموسة مالك يا عبيد؟ والله ما انا عارف الناس جرالها ايه وايه الجشع اللي مال قلوبهم ده. خير يا اخويا؟ ايه اللي جرى؟ قولي. الراجل امين جارنا ده طالب مني 3000 جنيه عشان يعمل لي خدمه ويطلع لي الترخيص بتاع دوره الميه اللي هعملها في الدكان عندي. يا نهار ابيض، ده دوره الميه مش هتتكلف المبلغ ده كله، يقوم الترخيص يبقى غالي قوي كده؟ مش الترخيص اللي غالي وانت الصادق، ده الاكراميه اللي غالي. اكراميه؟ لا ما تقوليش، هو عم امين بياخد رشوه؟ اه بياخد. بس ده بيصلي. ما انا قلت له، قال لي دي نقره ودي نقره. وبيقبل المال الحرام على عياله؟ انا يا جت عليه، من كله بياكل. وانت يا اخويا هتوافقوا على كده؟ انا مالي، انا اهم حاجه عندي انه يراعي الجيره ويعمل لي خاص. هو ده كل اللي يهمك يا راجل؟ ايوه هو ده كل اللي يهمني، مصلحتي ياكش يولع حد. يعني انت هتدفع له وتشجعه على اكل الحرام؟ ايوه ما ياكل، المهم مصلحتي. يا لهوي، بس ده كده انت هتبوظه على الناس. هو بايظ اصلا والناس الاخرين بايظين خلق، وبعدين يعني انا اللي هصلح يكون كله؟ بس مش ده المهم. المهم واللي حاسس في نفسي ال3000 جنيه اللي انا هدفعهم. طب ما تشوف يا اخويا حد تاني يمكن ياخد منك اقل. ما ينفعش يا فلح، كان ينفع قبل ما اكلمه، انما دلوقتي خلاص هو خد خبر بالموضوع. ولو شم خبر بقى ان انا لفيت من ورا عشان اخلص الحكايه دي هيعقربالي ويوقف المصلحه. يا لهوي، ده وحش قوي كده ليه؟ طب بقول لك ايه، ما تسيبك خالص من موضوع الحمام ده يا اخويا، ما دام هتصرف فيه تكاليف جامده قوي كده. هسيبني من موضوع الحمام ازاي وليه؟ وانت مش فاهم، ما انت عارفه ان انا عندي السكر وكل شويه بتحصر، ولما اتحصر لازم افك نفسي، ومش معقول كل شويه اروح قافل الدكان وطالع على هنا او رايح حمام القهوه. يا نانسي، معقول معقول قلبها ينكسر كده يوم فرحات وعريسها يموت؟ كان مخبينا فين ده بس؟ كان مخبينا فين؟ وفجأة ما كانتش على البال ولا على الخاطر. بس بقى اللي انتوا عاملينه ده، وبعدين انتوا لابسين اسود ليه؟ تلبسوا اسود يوم فرحي؟ ده كلام يا ماما؟ اتفضلي بقى كلمي جوش وفي فين لغايه اما البس. بنتي بتضيع مني، بنتي بتضيع مني يا جورج، الحقني الحقني. ايه القرف ده؟ انت يا هانم، يا منال هانم. في ايه هشام؟ مالك مش عارفه احط ميك اب من صوتك العالي يا حبيبي. ميك اب؟ فين القميص اللبني بتاعي يا ابو خط رفيع ده؟ فين؟ معرفش، اكيد هتلاقيه عندك. يعني دورت عليه في كل حته ومش لاقيه. يبقى اكيد في الغسيل يعني، او في الدراي كلين. بقى ما تلبس حاجه تانية يعني، انت ما حلتكش غيره يا ستي. بقالي شهر ما شفتوش، وحشني، قربت انسى شكله، خلتيني اندم على الحاجه اللي بتروح الغسيل. ما بقتش مآمن لو راحت انها ترجع تاني. يبقى اكيد مفيش غيره، هو الواد بتاع دراي كلين، هو اللي بيسرق الحاجه.
استغفر الله العظيم يا رب. اتأكدي الأول قبل ما ترمي التهم على الناس، ما نبقاش منعكشين ومبهدلين ومهرجلين ونتهم الناس بالزور. في ايه يا هشام؟ معرفش بقى، بأثر الشغالة. يا هنية، هنية هنية مش هنا، راحت تجيب لي الباقي من السوبر ماركت، لما تبقى ترجع بسألها. دي عيشة بقت تقرف، فهماني؟ وبعدين ايه قيمة الهدوم دي؟ ايه قيمة الهدوم دي؟ ها؟ أنا حاسس إن أنا بسوق العبور، والله حاسس إن أنا بسوق العبور. إيش حال ما كنت جايب لك شغالة؟ ها؟ دي بتاخد تلت مرتبي وأنت بتاخدي التلتين التانيين، وأنا باخد صابونة. أنا قلت لك 100,000 مرة، هنية شغالة فاشلة، وأنت بتقعد تدلعها، واقف في صفها دايماً. اشرب بقى. والله؟ وأنت بتعملي إيه بقى يا ست هانم؟ زوجة وست بيت ولا مروحة ستاند حطينا جنبينا؟ عيب كده يا هشام على فكرة. عيب كده على فكرة يا هشام؟ عيب عليكي أنت، مش عيب عليا. حرام عليك الكركبه دي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ايه اللي انت معيشاني فيه ده؟ ايه ده؟ وبعدين كل الكركبه دي وعندنا شغاله؟ امال لو مفيش ده احنا كنا عفنا، ده ريحتنا كانت طلعت للجيران، ده اللي يعدي قدام باب بيتنا يشم الريحه يغمى عليه ونشغل المستشفى اللي جنبينا. مش فاهماك، يعني انت شايفني معفنه ولا حاجه؟ لا العفو. انا اسف جدا، انا اسف. العفو ده حضرتك انضف من الصيني. مش شايفه؟ مش شايفه الشياكه؟ شايفه الجمال؟ شايفه البيت متساوي ازاي؟ شايفه الهنا اللي انا فيه؟ دي حاجه تهدي الاعصاب جدا. بصي انا اعصابي هاديه موت موت. والله يا حبيبي بقى، انت يوم ما اتجوزتني كنت هانم في بيت بابايا، اوكي؟ وبعدين انا هفضل كده على طول، سواء يعجبك او ما يعجبكش. وعلى راي المثل، ابويا رباني وجوزي هناني، ولا انت عندك راي تاني؟ صبرني يا رب على ما بلاني. عايز افهم ايه الموضوع بالظبط. أنا جاي من بني سويف على ملا وشي من ساعة ما بلغتوني بالخبر. بدل ما تعمل له إكليله وتزفه لعروسته، هتصلي جنازته يا أبونا، هتزفه عريس للسما يا أبونا. اهدي يا سيسيل، مش كده؟ أمال بنتك تعمل إيه؟ الصدمة شديدة أوي يا أبونا عليها وعلينا. دي لابسة فستان الفرح، مش مصدق نجومها. ده رد فعل طبيعي للصدمة الشديدة. ما تنسوش انه كان اول راجل في حياتها، ومن صغرهم بينهم وبين بعض حب كبير، ده كان مربيها على ايده. الصدمة جامدة يا ابونا، يا تروح فيها، دي بتنكر موته، بتنكر موته يا ابونا. ما تقلقوش، وخلوا عندكم الثقة في ربنا. والنبي داود بيقول على لسان الرب: لست تفهم الان ما انا فاعل، ولكنك ستفهم فيما بعد. هي فين؟ خدوني ليها. انا كنت هزعل قوي لو ما كنتش جيت يا ابونا. ما جيش ازاي؟ ده اسعد يوم في حياتي، ولازم اكون حاضر معاك يا بنتي. شفت فستاني حلو ازاي؟ حلو قوي، حلو قوي وزي القمر. تعالي بقى أصلي لك وباركك. طيب استنى بقى لما احط الطرح. مش هعرف البسها لوحدي، وهم كلهم سايبيني النهارده، مش عارفه ليه. سيبي الطرحه وتعالي. تعالي عاوزك. هو انت محتاجه طرحه؟ ده انت زي القمر، وكفاية انك مبسوطة. مبسوطة؟ ده انا مبسوطة قوي. اصل جوي يا ابونا مش مجرد راجل انا بحبه، ده حب عمري كله. عارف يا بنتي. ودلوقتي بقى اسمحيلي ادهنك بزيت الست العدرة عشان ربنا يباركك. وعايزك في الأيام اللي جاية ترمي نفسك في حضن الكنيسة، لأنك مش هتلاقي راحة في الحياة إلا عند ربنا. كلامك بيريحني قوي يا بابا. الله يبارك لك يا بنتي. واسيبك بقى دلوقتي علشان تجهزي نفسك. لا ما تسيبنيش،
ما تسيبنيش يا ابونا، خليك معايا. حاضر، انا معاكي معاكي. في ايه يا هشام؟ مالك؟ مفيش حاجه يا بابا. ليه يا هشام؟ ما تقول لانكل في ايه وخليه يحكم بينا. اهدوا شويه يا اولاد، مش كده؟ مفيش حاجه يا بابا، الحكايه كلها ان احنا محتارين في تعليم هايدي، مش عارفين ندخلها اني مدرسه. مدرسه امريكان طبعا، هي بنت اي حد؟ دي بنت هشام مدكور. يا بنتي بطلي الانعاره الكدابه اللي انت فيها دي. ايه يعني هشام مدكور؟ مجرد فرد عايش في مجتمع، يعني عادي يعني. ما تبطل بقى تستقل بنفسك كده. انا مش مستقل بنفسي ولا حاجه، انا عارف وضع ايه ومركزي ايه كويس قوي، بس في النهايه رحت ولا جيت حته موظف حكومه، يعني مرتبي محدود قد كده اهو. مش فاهمه قصدك، يعني عايز تدخلها مدرسه حكومه ولا ايه؟ ما تقول حاجه يا انكل. والله يا بنتي انا شايف ان العمليه التعليميه عايزه نسف من اساسها، المنظومه غلط يا بنتي. بس مدرسه الامريكا مختلفه خالص، لان هما بيعلموا الطفل ازاي يحب المدرسه اكتر من البيت عشان ينتمي لها ويحب يتعلم فيها. تصور يا انكل ان هما عاملين حمامات سباحه وتراك للخيل في المدرسه. ويا ترى بقى المدارس دي بتحافظ لاولادنا على هويتهم؟ هو يعني المدرسه الحكوميه هي اللي بتحافظ لهم على هويتهم؟ يعني كده ولا كده الهويه ضايعه؟ لا طبعا، على الاقل المدارس دي بتديهم مناهج متطوره، بتخلي عندهم لغه، لايف ستايل مختلف مش موجود في اي حته. ده غير ان هما لما بيكبروا الشركات هي اللي بتجري عليهم. بس مش لما يبقى معانا الفلوس اللي ندفعها لهم. يا بابا ده بياخدوا في السنه الواحده 60,000 جنيه، اجيبهم؟ هو انت ملياردير يا حاج؟ ياه ده مبلغ كبير قوي. دي ثروه يا هشام. انت كل قرش هتحطه في بنتك النهارده هتشوفه فيها كل شويه. انا رايي انكم تحوشوا لها الفلوس دي لغايه ما تكبر، ولما تبقى تكبر تبقى تاخد الفلوس وتعمل بيها مشروع كبير. اهو شفتي؟ لا مش صح طبعا، اللي بدل ما نشيل لها الفلوس اللي بتقل قيمتها مع الوقت نستثمرها فيها وفي تعليمها. يا جماعه صدقوني التعليم ده بقى استثمار كويس جدا، وخصوصا في المجتمعات اللي زي عندنا. يا ستي ما قلناش حاجه. طيب ماشي، هندفع مصاريف السنه منين؟ ولو قدرت اظبط السنه المره دي. طب ما انا السنه الجايه يمكن ما اقدرش، بقول لك انا مرتبي قد كده. ده غير ان البنت ممكن يحصل لها مشاكل نفسيه، واكيد هتحس انها اقل من زميلاتها، وده طبعا هياثر عليها. اه وتبكي وتنهار ويجي لها انهيار عصبي وتبقى مريضه وتبقي انت السبب. طبعا ده بيتهيأ لك، ده انت حتى الامريكان اكسنت عندك زي الزفت وعمرها ما هتتصلح، لانك اتربيت وتعلمت ده. ده غير ان المناهج الدراسيه بتاعتها مناهج قديمه جدا، ما فيهاش امريكان اديوكيشن اللي قلت لكم عليه. يا دي الامريكان اللي عامل لك هس هس في نافوخك. فوقي بقى. بابا انا عايزه ايس كريم. ايس كريم يا حبيبتي؟ ايس كريم ايه بس، انت عندك برد وكمان سنانك بتوجعك صح؟ بصي اول ما تخفي اجيب لك ايس كريم كبير قد كده اهو. ماشي والنبي يا بابا، وحيد هايدي بس اكله مره واحده. مره واحده؟ اخ منك انت، ما بعرفش ارفض لك طلب. تعالي يا بنت هنا، تعالي يا بنت هنا، تعالي. تعالي يا مغلباني، تعالي هنا. السلام عليكم. شايف يا انكل؟ اهو طول الوقت عمال يدلع فيها كده، مخليني مش عارفه اربيها خالص. شوفي يا منال يا بنتي، هشام ابني حنين قوي، ويا ريتك تاخدي من حنيته شويه. ده ابني انا مربيه وعارفه، وبكلمه حلوه هتاخدي عينيه الاتنين من جوه. هو لسه مرزوق ده بقى اتاخر كده ليه ان شاء الله؟ زمانه جاي يا اخويا، وبعدين الغايب حجته معايا. اه بقول لك ايه، انا مش متفائل. ليه بس؟ ليه بس؟ انت مش شايفاه اتاخر بقى قد ايه؟ بعدين اللي ما يحترمش مواعيده ما يحترمش الناس، ودي حاجه تقلقني انا قوي بقى. طب استنى لما تشوفه، مش يمكن يعجبك؟ ان شاء الله يعجبني، ان شاء الله يطلع كويس. وانا اكره لك الخير يعني؟ لا ان شاء الله، والله هيعجبك وهو كويس. بتحبيها يا بت؟ انا؟ لا طبعا، هو انا بتاعت الحاجات دي؟ عليا انا يا بت، ده انا خبزك وعجنك من وانت قد كده، من وانت في اللفه. بص يعني هو يعني في حاجات كده ما بيننا زي ما تقول كده استلطاف، بس من بعيد لبعيد. وشافك فين بقى الواد ده؟ في خناقه. خناقه؟ اه. ازاي يعني؟ قامت خناقه في محل القماش اللي انا شغاله فيه، وهو جاي يحقق ويمقق في الموضوع. في الموضوع برضو؟
ماشي خليها في الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام. اتأخرت ليه يا مرزوق؟ كنت فين؟ لا مؤاخذة، جات لي مأمورية مفاجأة كده هي اللي أخرتني والله. معلش حصل خير. سمعت بقى إنك عايز تتقدم لأختي بطة، الكلام ده صح ولا مش صح؟ وش كده؟ طب يا عم بس نقعد ونشرب حاجة كده. إيه ده؟ طب تشرب سجاير؟ لا لا لا، كنت بشرب. صح ولا مش صح الموضوع ده؟ هو صح ومش صح. نعم، يعني إيه مرزوق؟ لا يا جماعة، أنا قصدي ان انا يعني عايز اخطب الاول وبعدين الجواز ده ان شاء الله قدام شويه يعني. طب ما منطقي جدا انك تخطب وبعدها تتجوز. معلش يا ادم، انا بس احب احدد الحدود قبل اي حاجه. ده جواز يا صاحبي مش اي كلام، وبعدين دي حرمه بيت ولازم نحافظ عليها. وبصراحه انا ما عنديش شقه وعايش شويه وقت يعني كده لحد ما احوش تمنها وادور عليها والاقيها. تحوش وتدور؟ انت هتبقى اختي عجزت وكبرت ووشها شقه. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا يعطرني فيها والاقيها بسرعه. وبعدين زي ما انت شايف انا امين شرطه وبدرس في كليه الحقوق، وان شاء الله فاضل لي سنه واتخرج وابقى ظابط قد الدنيا. ده انت مطحون زينا بقى يا عم مرزوق. وهو مين مش مطحون في البلد دي يا ادم؟ معاك حق. وانت عايش مع مين بقى على كده؟ مع امي. انا اخ على 4 بنات بس الحمد لله كلهم اتجوزوا يعني ومش فاضل غيري. تاهت ولقيناها. عايش مع امك يبقى تتجوزوا في شقه الوالده. لا أنا عايزة شقة لوحدي. جرى يا بطة، أنت عايز الشقة ولا مرزوق؟ الشقة طبعًا. عين العقل. حاجة تاني؟ بقول لك إيه يا عم عبيد؟ ما تفكك أخويا من حكاية تصوير المستندات دي وتيجي تشاركني. أشاركك؟ أشاركك فيها زغلول. أنا أقول لك، تضم محلك على محل الملابس بتاعنا وربنا يكرمنا ونوسع المجال. أيوه بس أنا الصراحة يعني ما بفهمش في شغلانة الملابس بتاعتكم دي. أنا ومين بيفهم يا حبيبي؟ أنا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس. شوف يا عبيد أخويا، ما دام الرزق حلال ربنا بيبارك وبنستر الناس ربنا بيكرم. أيوه بس الصراحة يعني أنا يعني ما زي ما تقول كده ما معيش فلوس يعني أشاركك بيها. ما تشيلش هم، اعتبر نصيبك في الشركة مهرها. أنا بنتي. أنا بنتي؟ أيوة يا عم عبيد، مهرها. مهرها من مين؟ من ابني الديسي زغلول الديسي. الديسي؟ الديسي يتجوز أنا؟ اليمامة دي تتجوز الديسي؟ ماله يا عبيد؟ واد مجدع وكتسيب وبيحتكب على مشروع قد كده، واد مارش. شوف يا حبيبي، عايزك تروح تفكر وتشاور وبعدين ترد علي. ايوه يا عم زغلول، يعني ما تاخذنيش يعني، انا نسبتي هتبقى النص بالنص. نص بالنص ايه يا عمونا؟ شوف محلك وشوف محلنا. لا بصراحه بقى انت ناوي على طمع. هو يا عم لا طمع ولا حاجه. صحيح انتوا محلكوا اكبر بس انا برضو المحل بتاعي مرزق، عتبت مرزق وكفايه ان هواه بحر بحري. طب احنا عاملين حسابنا نركب اير كومبيشن. عم سيبك من الاير كومبيشن والحاجات اللي انت عمال تقولها دي. انا نسبتي هتبقى كام؟ انا اقول لك يا عبيد اخويا، عشان انت حبيبي هديك 10%. 10%؟ 10% دي قيمه هنا ليه؟ انت عاملها بالوزن؟ بصراحه بقى اكتر من كده تبقى واقفه بخساره عليا. يا عم ماد، اقول لك على حاجه، احنا هنخليها 30%. لا 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 يا حبيبي، ده كتير قوي كده، تبقى بخساره عليا. يا عم هو انت بتشتري قماش ولا بتفصل جاكيتك؟ شوف خليهم 25% والنبي ما انتهي الحاجه وتقول مبروك. وهتجربني ولعلمك انا مرزق لو شاركتني. شوف الخير اللي هيجي لك. وبعدين يا جورج، انا حاسه ان بنتي بتضيع مني. الدكتور ما قالكش حالتها دي هتفضل قد ايه كده؟ قال لي لازم نهودها وناخدها على قد عقلها لحد حالتها ما تهدى وتمر بسلام. لغايه امتى؟ الدكتور ما قالش. المهم مفيش داعي نضايقها، كفايه اللي هي فيه. جيبي العوائب سليمه يا رب. على فين يا بنتي؟ ها؟
ما اعرفش يا بابا، انا بكلم جو على التليفون مش بيرد، قلقني قلت اروح اشوفه فين. ده هتدوري عليه فين يا نانسي؟ في الشقه. ما هو قال لي امبارح ان هو هياخد حد من العمال وهيروحوا يظبطوا حاجه هناك، واكيد طبعا سايب موبايله سايلنت وما بيردش كالعاده. طب استني اما البس واجي معاكي. لا يا بابا انا هروح واجي بسرعه. هتسيب بنتي كده يا جورج؟ دكتور قال لازم نسيبها على راحتها، ما نعاندهاش عشان حالتها ما تسوقش اكتر. هو في اسوأ من كده؟ استر يا رب، انا خايفه بنتي تعمل حاجه في نفسها. ما تخافيش، هي هتروح تدور عليه مش هتلاقيه، هترجع تاني. وفرت سألت حد وقالوا لها انه مات، بنتي هتنتحر يا جورج. معاكي حق، انا هلبس بسرعه وامشي وراها وراقبها من بعيد. الحقها الحقها لا تعمل حاجه بنفسها، جيبي العواقب سليمه يا رب. والله العظيم خلصت وجايه في الطريق خلاص. انا في السوبر ماركت اللي قدام الجامعه بجيب حاجه كلها عشان هموت من الجوع. يلا بقى قفلي بلاش ملل. ماشي يا غلسه مش هتاخر. ايه يا معلم انا في الجامعه. طب بقول لك ايه، اسبقوني انتوا بقى على البيت يا اخي، ما تبقاش بارد بقى. يلا اسبقوني. بقول لك ايه افتح كلمك تاني، كلمك تاني. وانت هنا ده انا نفسي ازنقك الزنقه دي من زمان. تعالي لي يا بطه. لو سمحت عايز نص كيلو جبنه رومي وربع زيتون كلامات. هاي ازيك؟ على فكره انا زميلك في الدفعه، انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا مش واخده بالي. ازاي يعني العربيات السبور اللي قلبه الجامعه دي كلها مش شفتهاش خالص؟ شفت العربيات بس ما همنيش اعرف مين صاحبهم. انا بقى يا ستي صاحبهم، وجات لك الفرصه انك تتعرفي عليا. كريم كريم ابو المكارم. على فكره انا كنت حابب يعني اسجل اعجابي الشديد بتفاصيلك. بتفاصيلك؟ تفاصيلك يعني لبسك، ستايلك، ريحه بارفانك، كل دي اسمها تفاصيل. وانت بقى يا ظريف فاكر نفسك كده بتعاكس؟ عاكس؟ ايه الجو القديم ده؟ وايه الجو الجديد بقى؟ انا مش الشباب اللي بيخلص. بتخلص ايه بالظبط؟ ما تيجي ونسميه مليجي بقى. نعم. ايه في ايه؟ طب يلا ونسميه عبد الله. انت قليل الادب بس لذيذ. طب يا لذيذ لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي حالا همسح بكرامتك الارض. طب خلاص خلاص هشوفك وقت تاني تبقي هاديه. تاكس. ايه السماجه دي؟ ساعديني بقى لما بتجي. يا مساء الورد والفل والازهار على احلى ام في الدنيا. يا حبيبي مساء الفل يا حبيبي. افرحي يا صابرة. خير؟ بشرني يا وش السعد. بنتك المفعوصه كبرت وعدلها جالها. تتكلم جد؟ والله يا ما انت كريم يا رب. وده مين ده بقى ان شاء الله؟ ده شغال امين شرطه وبيدرس في حقوق. الله، وده عرفته منين؟ في خناقه. ايه خناقه؟ كان بيحقق ويمقق. حقق ويمقق؟ بس مقق صح. ربنا يفرحك يا بنتي. يعني انت شايف يا ادم ان هو طيب وبيخاف ربنا وهيخاف على اختك؟ بصراحه لا. ايه؟ لا يعني بهزر معاكي. لا الواد شكله جدع وابن حلال. انت بس بشري ابويا والباقي على ربنا. احمدك واشكر فضلك يا رب. ربنا يتمم لك على خير. قادر يا كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. سامع الفال يا ام هنا؟ عشان تعرفي الخير على قدوم الوردين. اتأخرت ليه يا راجل؟ كنت بعمل صفقة العمر. صفقة ايه دي؟ جواز هنا بنتك. جواز هنا؟ هي هنا بيعة وشروة عشان تعمل بيها صفقة؟ لا بيعة ولا شروة يا اختي، خاطبها طلبها وانا وافقت من حيث المبدأ. خطبتها لمين؟ لا لسه، هي مش سهل كده. دي برضه هنا، وهنا تتقل بالذهب. ما قلتليش مين العريس؟ الديسي. يا لهوي الديسي؟ الديسي ابن زغلول الديسي؟ يا اختي الديسي ابن زغلول الديسي هو بعينه. يا لهوي ده طور، ده مهزقة الحته وغبي من يومه. ايوه يا اختي بس مقرش، وقرشه بقى يخلي غباوته زكاوه. وبعدين هيشاركني نفتح المحلين على بعض وابقى شريكه بالربع، ونسيبنا بقى من حكايه تصوير المستندات وبيع الارواح والملبس للعيال والحاجات اللي ما بجيبش همها دي. يعني انت شايف كده يعني؟ امال ايه؟ خلينا بقى نكسب بالجنيهات، سيبك بقى من القروش والشلينات والكلام الفارغ ده.
طيب بس انا مش عارفه بنتك هتوافق عليه ولا ايه. ده البنت ما بتطقهوش. ما هو ده دورك بقى يا ام عين. عايزك بقى تليني دماغها ان شاء الله حتى تسقيه لها بالمعلقه.